النهارده في زياره لمشروع تخرج القوى الميكانيكيه بكليه الهندسه جامعه المنوفيه، وحضرت النهارده وشفت ابنائك النهارده على مشروع التخرج. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بنرحب بكم في كليه الهندسه، وانا النهارده في منتهى السعاده الصراحه، لان بشوف يعني مبسوطه دكتور. طبعا 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 شباب مبشر بالخير، بيدل على ان مصر فيها كتير، بس ان لا الاعلام بيبينه ولا الناس بتعرفها. لكن مصر فيها الوجوه دي جديره بانها تحترم وجباها انها تظهر عشان غيرها ياخدوهم قدوه. واحنا على شاشه زهره العرب الان، وحضرتك متواجد معنا الان في مشروع تخرج 26 مشروع. نقول بقى يعني كنائب رئيس جامعه المنوفيه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، ماذا تقدم جامعه المنوفيه لابنائنا المتميزين دائما؟ احنا يمكن لاول مره السنه دي هنعمل على عاملين سايت على موقع على الجامعه، على صفحه الجامعه، هنعرض جميع المشروعات دي هتكون موجوده باسماء الطلبه اللي عملوها، ونعرضها على المجتمع لعل ان حد ياخدها يحاول يطبقها او حاجه زي كده. حاجه جميله جدا يا دكتور عبد الرحمن. طب نقول الشركات او رجال الاعمال ممكن يكون لهم دور وبروتوكول مع جامعه المنوفيه عشان ولادنا دول يبقى لهم في المستقبل امل يعني؟ هو طبعا في كل كليه بتعمل يوم المهنه بيبقى موجود، طبعا زي كليه الهندسه بتعمل وبتجيب الناس من المصانع وبتجيب، كل كليه لها يوم مهنه ده معروف، بيلتقي فيه الطالب مع رب العمل اللي هو من الخارج الكليه من المجتمع يعني. لكن احنا هنعمل بصفه دايمه، بنعمل معرض طبعا كل سنه على هامش عيد الجامعه، وهنعمل بصفه مستديمه لان حتى الوزاره طلبها ان جميع المشروعات التخرج اللي هي لها سمه عمليه اللي ممكن تطبق تبقى موجوده، عشان اللي عاوز يعرف اي مشروع، يعرف الطلبه اللي عملوه، يعرف الكليه، يعرف الاستاذ اللي اشرف عليه، يبقى في نوع من التواصل بين الجامعه والمجتمع. مشاهدينا الكرام، بنشكر حضرتك عبر شاشه زهره العرب الاستاذ دكتور يعني بصراحه عبد الرحمن كرمان، نائب رئيس جامعه المنوفيه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه. تهانينا القلبيه يا فندم، ولرئيس القسم كمان اللي هو حاجه جميله جدا وشرف البشر دكتور وجيه، اللي هو يعني مشرفنا الان. دكتور وجيه، نقول يعني رئيس القسم ماذا تود ان تقول لابنائك الان؟ طبعا انا عايز اقول انا سعيد جدا جدا طبعا وجود سياده النائب الدكتور عبد الرحمن كمان واداره الجامعه طبعا واداره الكليه طبعا، شرف لنا النهارده طبعا تدعيما لابنائنا الطلاب الخريجين طبعا الباشمهندسين في جيل جديد لمصر ان شاء الله بامر الله تعالى. وزي ما سياده النائب قال فعلا احنا فعلا بدانا الخطوه لسياده النائب اللي حكيت نربط البيئه بما هو موجود عندي في القسم حضرتك، من خلال بعض المشاريع الواضحه زي مشروع البترول حضرتك، جبنا شركه بترول كبيره جدا، تعاقدنا معها تعاقد صداقه، وده جميل جدا جدا، وده بحييك عليها دكتور وجيه العسكري يعني كرئيس قسم القوى الميكانيكيه بكليه الهندسه جامعه المنوفيه، حاجه جميله جدا في مشروع التخرج، جايب المسؤول الكبير في البترول وبتكلمه على ابنائنا والمستقبل بتاعهم. بالتالي بنشكره فعلا يعني بصراحه، شركه البترول فعلا تواضعت معنا فعلا وبذلت معنا مجهود رائع، وخدوا الطلبه عندهم في الشركه في خلال موقع العمل نفسه بحيث ياخدوا الداتا الاكشوالي موجوده او الفعليه الموجوده عندي، بحيث الطالب يكون نفسه مطمن على ما يتم دراسته من خلال الدراسه خلال الخمس سنوات او الاربع سنوات السابقه اللي طبقوه في سنه خمسه ان شاء الله في مشروع التخرج الرائع اللي هو طبعا مشروع التخرج. بقى اولادنا بعد كده هيخشوا الجيش سواء عسكري ضابط، بعد كده هل هيكون في تواصل اخيرا مع ابنائنا دول المتميزون؟ هو انا بقول متميزون لان انتوا يعني حاجه جميله وشرف كبير لكليه الهندسه جامعه المنوفيه ان يكون فيها هذا الكم من الاذكياء. حضرتك انا مكتبي وقلبي والفيسبوك والماسنجر وكل والمكتب بتاعي، سواء المكتب ورئيس قسم ومكتب الدكتور بتاعي او التليفونات بتاعتي كلها مفتوحه للطلاب حضرتك. اي واحد خريج عندي لو حاسس عنده مشكله في الشغل بتاعه بيستشيرني في اي حاجه حضرتك، لا انقطع الاتصال انا والزملاء اللي موجودين معايا. استاذ الدكتور وجيه العسكري، يعني حضرتك بنشكر حضرتك عبر شاشه زهره العرب، كل عام وانتم بخير يا فندم، من تالق الى تالق دايما يا دكتور. ربنا يخليك. والله انا الاول حابب اشكر الدكتور وجيه قوي على المشروع ده، يعني اول سنه نادي يعني يحصل بالربط الصناعه، اول مره ربط الصناعه بالحياه الدراسيه هنا في الكليه، فده كان فادنا جدا برضو، يعني ربطنا اكتر بالعمل بره في الواقع وقربنا اكتر من الصناعه بره. المشروع اللي تقدمته بايه؟ المشروع بتاعنا كان عباره عن ان احنا اعاده تصميم منظومه الضغط في ميناء بترولي،
عشان نزود الشحن اليومي ده من 500,000 برميل في اليوم لمليون برميل في اليوم. يعني نص بنص ولا ايه؟ اه يعني النهارده انت منين؟ انا من المنوف. الاسم؟ المهندس كريم سيدي احمد، بكالوريوس ميكانيكا قوى، هندسه شبين الكون، جامعه المنوفيه. الفرد احمد محمد عبد السلام الرشادي، محافظ المنوفيه، مركز المنوف، الفرقه الرابعه، بكالوريوس ميكانيكا. انتوا كم واحد اتقدمتوا بهذا المشروع؟ احنا 7 طلاب. 7 طلاب؟ تمام. مدى الاستفاده النهارده من عمليه التخرج، وازاي انتوا وصلتوا لهذا الموضوع وتفوقتوا النهارده بعمليه امتياز؟ الاستفاده بالموضوع ان احنا ارتبطنا بالحياه العمليه بشكل كبير جدا، وشفنا الواقع بره. الاستفاده برضه من القائمين بالمشروع، الدكتور محمد اللي هو المشرف على المشروع، باشمهندس مجاهد المدير الاسبق لشركه ويبكو، والعضو المنتدب، استفدنا كتير من خبراته ومن الحياه العمليه بره. كان في تعاون بينكم وبينهم؟ اكيد بشكل كبير جدا، واستفدنا منهم بشكل كبير جدا، وخبراتهم طبعا فادتنا بشكل كبير. يعني في الفتره اللي جايه هتبقوا على طول في تواصل ان شاء الله أكيد مع المهندس مجاهد؟ اكيد طبعا، ما حدش يعرف الباشمهندس مجاهد ان هو ما يقدرش يتواصل معاه، فاكيد وجه الاستفاده هتبقى مستمره على طول يعني ان شاء الله. بنتمنى لكم دايما الخير على شاشه زهره العرب. كل سنه وانتم طيبين. هذه الدفعه 2017 بكليه الهندسه جامعه المنوفيه.